محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاتم الفجيرة وإخوانهما حكام الإمارات الذين أطلقوا البرامج الطموحة لتمكين المرأة في كافة المجالات وهي تواصل دورها الفعال في الحياة. كلمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة مما يبرز أهمية هذا الموضوع وتنعي السياسات الإعلامية والأكاديميين والهيئات دولة الإمارات العربية المتحدة بمنأى أبدا عن النقاشات التي تدور عالميا حول المرأة والإعلام حيث كانت هذه القضية ولا تزال تحظى باهتمام كبير على مستوى القيادة العليا والأجهزة الإعلامية ومؤسسات التعليم العالي. تضمن إعلان أبوظبي حول المرأة والإعلام في عام 2002 والذي صدر عن المنتدى توصيات مهمة معدلات عالية من المنافذ الإعلامية. والكف مانحة نوع من العلاقة لنقل السليمة ما بين الإعلام وأيضا المرأة. هذا مؤشر جيد.